شلونك سامي؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله تقول بالعافيه. من مسؤول عليها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. قومي بالسلام ان شاء الله. شنو وضعها؟ تختنق هي. اي وهسه خاليها يعني نعطيها علاجات وخاليها اكسجين ونسوي لها تحاليل ويعني وايكو تحاضير. قومي بالسلام ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب. السلام عليكم. شلون حجية؟ شلون شمو؟ الحمد لله. قصرت شلونك؟ قصرت حجية. يوم جيتي؟ يلا ان شاء الله تقومي بالسلامة. الله يسلمك. شو وضعها؟ اخصائي. ماخذ جرعة عالية من علاج مال القلب فصاير عندها تسمم. وعندها عدم انتظام يعني مدقات القلب. يعني تباطؤ تباطؤ. قومي بالسلامة ان شاء الله. لا تاخذين بعد وبكيفك. طبيبة تشطيك. يلا موفق ان شاء الله. الله يسلمك. اليوم دخلت. خيرك؟ صدري تنك. يوجعني عند الم. اليوم دخلت الصبح. شو هو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شو الصحه؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. يصل لك هنا. والله الحمد لله وشكر. كادر ممتاز. تستاهل انت. من لا اشكرك رحم الله والديك، يعني من المضمدين لحد الدكاتره. ومستشفى مرتب. الحمد لله. الحمد لله وشكر. شو الوضع؟ مسوي قسطره. مسوي قسطره؟ مسوي قسطره هسه على العلاج. يلا شا تقوم بالسلامه. الله يسلمك اشكرك. طيب ان شاء الله. اشكرك رحم الله والديك لنا ولكم ان شاء الله. أنا سعيد أكون مع كادر طبي الجيش الأبيض اللي يشتغل بظروف استثنائية بتحديات كبيرة يحمل رسالة إنسانية. أحب أذكركم لما اخترت مهنة الطب كان هدفكم هو خدمة الناس. العراق يمر بظروف استثنائية، ظروف صعبة، قاعد تقومون بواجباتكم على أفضل ما يمكن بوضع استثنائي بظروف استثنائية. المطلوب الدولة توفر لكم حقوقكم على أكمل وجه. عندنا قرار، عندنا إصرار بهذه الحكومة رغم عمرها القصير. أخذنا مجموعة كبيرة من الخطوات اتجاه الكادر الطبي أصحاب المهنة الصحية لدعمكم. أتمنى عليكم أن تتفهموا ظروف البلد وأعطيكم وعد أنه كل ما يتقدم يوم كل ما نبحث عن فرصة ليكون على مستوى العراق الصحي واحدة من أفضل الدول في الشرق الأوسط بأفضل أطباء. فهذا يجب أن لا ننسى أنه ماضينا كانت بمقومات نجاح. عندنا ظروف الحروب، سوء الإدارة، الفساد مست بسمعة العراق، مست بكرامة العراقيين. مطلوب أن نستعيد هاي السمعة. أتمنى لكم كل توفيق. إيش عندكم احتياجات؟ أنا جاهز لأستمع لها. خلكم احتياجاتنا في اختصاصاتنا في عملنا.
أقولها بصراحة، يحس في قلبي أدخل في مستشفياتنا أشوف ظواهر النواقص ما تليق لا بسمعة الطب ولا بالأطباء، وهذا مو مشكلتكم ترى، مشكلة الدولة اللي توفر لكم الأشياء الصحيحة. أنت ما مسؤول عن بناء المستشفى، الدولة هي تقدم الدعم لوزارة الصحة. هناك من حاول يعبث بكل شيء بالعراق، بس لا عندنا فرصة. فرصتنا خلي يكون نتفائل بالمستقبل، نصنع الأمل، وأنتم بالأخص أطباء أنتم صناع الأمل. اليوم عندكم في المستشفى حالات كلها تخص القلب وحالات قد تقوم بها تحديات، فأنتم صناع الأمل، فيجب أن لا نستهان بدوركم كأطباء، بدوركم ككادر صحي، وخلينا نتفائل. أريد البسمة تصير على وجوهكم، بدون بسمة ما نقدر نشتغل. بس لا تنسون منو كان أجدادنا، تاريخنا. أنا كنت في واشنطن، جيت قبل يومين، جبنا قطعة أثرية ويانا تمثل حضارات العراق. هاي الحضارة غزت العالم كله في يوم من الأيام، فلا يكون عندنا استسلام لبعض التحديات. شلون نحول التحديات إلى فرصة نجاح؟ هذا الكلام مو فقط لرفع معنوياتكم، هذا الكلام يجب أن نبني عليه لصناعة هوية وطنية. هذه مو شعارات، هذه كلمات يجب أن نؤمن بها. شفت من صار عندنا عد البعض قناعات بمشاريع طائفية، وين رحنا؟ رحنا حرب أهلية. ودائما أنتم أطباء شفتوا إيش قد ضحايا جاوا بالمستشفيات، أما مجهولة أو مضروب إطلاق رصاص على صراع كاذب. إحنا بالنتيجة بشر، تجمعنا الإنسانية، وفي العراق تجمعنا الوطنية. فيجب كلنا عراقيين، يجب أن نبني مستقبلنا. مستقبلنا هو ضمان لأبنائكم وأحفادكم إن شاء الله. إيش عندكم تحديات؟ أعرفها كثيرة، لكن نعمل على تدليلها. في كل الشمال في الوزراء، قطاع الكهرباء، الصحة، التعليم والنفط، دائما عنده استثناءات، نعطيهم استثناء لدعمهم. بلد بتحديات ما تنحل بسنة، تنحل بوقت أكثر. مع كل هذا نحاول نأسس لقيم جديدة حتى نساهل كليتنا. مع كل هذا عندنا فرصة، العراق يستحقون، أنتم تستحقون، فيجب نتعاون سوية. والعراقيين شعب طيب، يستحق من عندنا الكثير. مرة ثانية أشكركم، أشكر جهودكم الجبارة بهذه الظروف، تشتغلون بهذه التحديات، فأتمنى لكم التوفيق لكم وعوائلكم. واللسان عاجز عن الشكر حقيقة.